اكتر حد مجانكي يتتبع فين؟ هبص على التطبيق واشوف لو الناس عايزه مساعده. المساجين ماسكين رهاين في محل، لازم اروح. المحل ده بيتسرق، لازم اساعدهم. ايه مش هنرجع رأس تاني؟ شباب هربتوا من عربية الترحيلات وفضلتوا قاعدين في مانهاتن؟ فكرة وحشة. محدش هيدخلني السجن تاني. مش خايف منك. اضرب نار. خلصت. أتمنى ما يكونش في غيرهم. لازم أوقف المطاردة قبل ما حد يتأذي. خلاص عدى حدود السرعة بمراحل. ده سبايدر كينج. سبايدر مان. يمكن ده يعلمك تفضل في صفك. بقول لك عرفت خطة فين؟ مركز أوسكار للعلوم. هو مقفول عشان التصليحات. يا خبر، محاول الطاقة بتاعنا اللي كسبنا العلوم في الإعدادية. الطريقة دي هتخلص النيو فورم وتخليه مش مستقر لتفجير ساحة روكسون. اوه، دي كأنها اختارته عشان تنتقم منك. ممكن كده. شكرا يا جانكي. ده واجبي. بالمناسبة لازم اساعد مامتك تفضي هارلم. سلام. تمام. مركز أوسكروب للعلوم. فين محتاجة تعرف ايه اللي هيحصل لو كملت خطتها؟ لو رفضت تسمعني هاخد النيو فورم وهدمره لو اضطريت لكده. ياه. أنا آسف. يا ما كانش روح بتاعك لما الدنيا تهدى. يعني ايه استخبى تحت هنا؟
ما ينفعش اختار امتى ابقى سبايدر مان. انا لازم اوقف فين؟ لا لازم تعيش. انا بعلمك كده وانت مش بتسمعني. لو عايزني اعيش قوي كده ليه بعتني لكريجر؟ انا ما بعتكش. ايوه بتكلم جد. ما كانش ينفع تتمسك. كريجر هو اللي بعنا. كنت عايز ترجع للعيلة وده اللي قدرت تعمله؟ انقذت حياتك. انت رميتني في سجن عشان احميك. بتسمي ده انك بتحميني؟ لا يا مايلز، مش هخسرك انت كمان. وانا مش هسيب الناس تموت بس عشان انقذ حياتي. انت استهونت بي. مش معقول. انا مش عايز، بس ما اقدرش افضل تحت هنا. كده هعمل اللي اقدر عليه عشان تبقى بامان. تقنيه التخفي لازم اوقفها. الموضوع ما يخصنيش خالص. الموضوع يخصك انت. خايف؟ ما تقلبش الموضوع عليا. هو انت امتى هتفهم اني لازم احارب عشان البلد؟ انت امتى هتفهم انك مش هتقدر تعمل كده لو مت؟ انت مش فاهم. انا اللي بنقذك. وانا بحاول اني انقذ الناس. Yeah!
تعملش كده، ما تضيعش حياتك. هعمل اللي اقدر عليه. وده منع انك تكذب عليا او تخدعني او تحاربني؟ موضوع العيلة ده مش كفاية. مش لازم الموضوع يبقى كده، ان انا وانت نكره بعض. هو ده اللي حصل بيني وبين ابوك. انا مش عاوز ده يتكرر معاك. ولا انا. انا مش هينفع ابقى زي ما انت عايزني، ومش هغزل الناس اللي محتاجاني. المفروض أعمل أحسن من كده. جانكي، عمي خطفني حالاً وحبسني. إيه؟ صاحبي، أنت كويس؟ كان لازم أواجهه، وبعديها قلت له أنت هتبنى. آسف، أكيد ما كانتش حاجة سهلة. ده اللي كان لازم أعمله. أنا رايح لمركز العلوم. كلمني لو الأمور ساءت في هارلم. تمام، بالتوفيق سبايدر مان. المتحف مقفول للتجديدات والمجتمع السري احتلوه. أكيد فين جوه؟ أنا كان نفسي أشوف من الفطار. كل حاجة هتتغير. فيسك كان رئيس المدينة لسنين. بعد الساحة ماشي لازم يطلع. ريحة البدلة هتبقى وحشة. أنا كويس. شوية
لوري انت فين؟ حد يروح يشوفها. تمام، خلينا نشوف نوع الأمن بتاعهم. في الأكشاك دي المقفولة اللي ما فيهاش كهربا، لازم ألاقي مصدر طاقة جديد. أيوة حلو كده، ريحة البدلة هتبقى وحشة. ما بحبش أعمل كده.
الموضوع هينجح. الخطة ماشية. اتنين كمان. ايوه شفت واحد كمان. مش مصدق قد ايه الموضوع بينجح. ودلوقتي هكسر للمجتمع السري ألعاب. فين؟ أنت هنا؟ المعركة كان آخر الممر. فين؟ يلا محتاجين ننهي الموضوع أنا وإنتي. أكيد هلاقيها عند مشروعنا آخر الممر ده. يلا يا بطيء، أنا عاوز أشوف مشروعنا. أهلاً قبل ما نبقى عواجيز. ابتكارات بكرة هي واقع النهاردة. أنا جاي أنا جاي. لحظة، فين مشروعنا؟ خريطة المتحف على موبايلي. مشروعنا في معرض مميز في الدور الأخير. هموت وأشوف أسامينا على اليافطة كعلماء حقيقيين. النهاردة في مركز أوسكار للعلوم، وبكرة في كل المتاحف في العالم. المعرض المميز فوق. الأسانسير اهو. قدامنا وقت نلف شوية الأول. معاكوا تذاكر المعرض المميز؟ مشروعنا معروض. ما فكرتش إننا نحتاج تذاكر. هتحتاجوا والتذاكر خلصت. ما ينفعش تطلعوا. عمتاً شكراً. هنحتاج طريقة تانية عشان ندخل. هي قالت إن مفيش تذاكر تانية. مقفول. عارفة نوع القفل ده. لو وجهت ضوء عليه هيفتح. نور فلاش موبايلاتنا هينفع. بس مش هيوصل. هتوصل لو زحلقنا حاجة عكسة للسوق من تحت الباب. حاجة عكسة للضوء. هيبقى حلو لو لقينا حاجة بتتغير. بتتغير؟ يعني شكلها بيتغير؟ يا سلام عليك وانت بتقول كلام مبهم. اسكتي. محتاجين عاكس للسبيكة بتفتكر الشكل. هغير الشكل من تطبيق المتحف. البتاع ده عبقري. ليه خصائص هي دي؟ خديها ما تخليش حد يشوفك. تمام يلا. أوه، انا اسف. كله حلو. لسه عايز حاجه عكسه للضوء. شايف ازاي الادوات الخارجيه متوصله بكمبيوتر وحده الاوامر؟ ايه ده؟ بصي مرايات شمسيه وبتلزق من ورا. مش مشكله، انت اصلا مالكش.
معايا مصدر الضوء، قول لي لما يكون الاستيكر ناحية المستشعر وأشغله. مفيش حد واخد باله، يلا بسرعة. لا مش مظبوط. محتاجة حاجة تانية. نفع نجحنا، يلا مشروعنا مستنينا. كانت حاجة لطيفة، هتوحشني المغامرات اللي زي كده معاك. بتتكلمي عن ايه؟ صباح الخير، انت هتكون في بروكلين فيجنز الاسبوع الجاي وانا لا. مش هختفي من الكوكب، هنفضل نخرج. هتبقى مشغول. مش مشغول للدرجة دي، هفضي وقت مخصوص لينا بجد. تمام، الموضوع بقى عاطفي قوي. يلا خلينا نطلع فوق. اهلا بابا. اهلا معي. اهلا استاذ ديفيس. فين بتسلم؟ انتوا مبسوطين؟ ما تنسوش تصوروا مشروعكم. بابا دي مش حاجه مهمه. دي حاجه مهمه جدا. تمام تمام هنتصور. بحبك يا بابا. سلام. هو ده مشروعنا ورا. تفتكري شغلوا المحول؟ وإلا إيه الفايدة؟ هيستخدموا الكتلة الحيوية ويربطوه في صندوق زبالة. نقدر نمشي؟ مشروعنا. أوه وي. ممكن تبصوا هنا؟ علماء مخلصين حصدوا جوائز. محدش قال لنا اننا كنا في المعرض المميز. لازم تذكره. ازاي دخلت؟ انا اشتريت تذكره. ازاي دخلت هنا؟ مش مهم. قربوا كده هناخد صوره. لازم تشارك فيها، انت ساعدتنا في تشغيله. تمام تمام ماشي ماشي يلا بسرعه. حلو. ابتسامه كبيره. مش كبيرة قوي. فين؟ انت لازم تعرفي. زهقت علشان بسمعك. لازم اقول لها على اللي حصل في المفاعل. المفضل.
هو هنا، عينيكم ما تغفلش لحظة. احنا أكثر منك يا سبايدر مان، استسلم. هلاقيك يا سبايدر مان. أكيد. وريني. محتاج اروح هارلم دلوقتي قبل ما فين تدمر المفاعل. جانكي رد عليا، اخبار الاخلاء ايه؟ روكسون والمجتمع السري منتشرين، دي كأنها حرب. انت كويس؟ وماما؟ عرفنا حل تيو مع ناس كتير بس مفتيش. الصوت بيقطع. انت فين؟ جانكي لو سمعت. انا في الطريق، امسك نفسك ارجوك. ودفعنا
عمري ما شفت اثار قوي كده. جانكي سمعني؟ جانكي
المكان بقى قوية. تعال هنا. هم في محل تيو. أنا قربت بس محتاج أخلص من روبسون والمجتمع السري عشان أأمن الحوار. ده المبنى اللي ساكن فيه. من فضلك ما تتحرقش. الإعصار عامل لي توهان. لازم أروح ناحية درب النار. كل على السلعة. سبايدر مان، روبسون وكل الناس. سبايدر مان. ما تخلوه. لسه بيتخانقوا تحت. بصوا بقى، كله يروح للحي الرابع. ما ينفعش يعدوا. تقريبا ده مركز الاشتباك. لازم اخلص منه. الناس كلها جفنين. لازم انهي ده حالا. محل تيو فوق هناك. اتمنى سبايدر مان يكون بخير. جانكي انت فين؟ هتعرفوا تحاولوا تهربوا؟ مين ده؟ حد هنا؟ شباب اسمعوني، محتاجين نخرج من هنا بس مش هقدر اشيلكم كلكم. هي بدأت فعلا. وصفات. انت مش بس هتدمري ساحة روكسون، انت هتبخري هارلم كلها. مش هسمح لك تكذب عليا تاني. اه.
مقدرش أسيبك تعملي كده. مش هسمح لك تمنعني. انت مش شايفه المفاعل بيعمل ايه؟ بيدمر الساحه، بيدمر النصب التذكاري بتاع كريجر. لو الساحه انهارت هتاخد هارلم معاها. مين فهمك كده؟ كريجر انا حاسبها كويس. انت ليه مش عاوزه تسمعيني؟ كريجر معرفش يغير المفاعل، هو مش بالذكاء ده. لا بالذكاء ده انا هوقفه. فين اللي كنت اعرفها كانت بتهتم بحمايه الناس اكتر من محبتها؟ دي نفس الحاجه. أرجوك يا فين، أنا بقولك الحقيقة. أول مرة ما كانش المفروض أكذب بخصوص دخولي المجتمع السري. لو ينفع أرجع. ما تقدرش. أخرج من هنا، امشي أرجوك. مش عايز أتخانق، هنتكلم بعد ما وقف المفاعل. فين؟ بصي المفاعل لسه في وضع خطر، قريب قوي مش هنقدر نوقفه. لا انا مش ههرب تاني ابدا. أنا دايماً في صفك. نقدر نخلص على روكسون باللي نعرفه عن النيو فورم. مش هينفع، محدش مهتم. السيف اتحشر، وقت الصاعقة. مش هخليك تلمسني بدي. حاسة لازم نوقف المفاعل. حاسه بالموجات دي، ساعديني اوقفها.
عايزة تعرفي الحقيقة هقولها لك. ريك ما كانش هيحب انك تجري سينكرون. اسكت. تمام ندخل في الجد. انت كمان حبيتك. ازاي ممكن تدافع عن اللي قتله؟ مش بدافع، بس مش هضحي بهارلم عشان ادمر كريجر. حاول تهرب بتعمل كده حتى لو مش شايفه. ارجوك يا فيل، انا بقولك الحقيقه. اول مره ما كانش المفروض اكدب بخصوص دخولي المجتمع السري. لو ينفع ارجع مش هسهل الدنيا ليك يا مايل. انتي سمعتي كريجر، الناس اللي هتجيبيهم هم بس الناس اللي في هارلم. كريجر كان بيكذب، اكيد بيكذب. مش المفروض يحصل. اقدر اوقفه. انا اسفه. مفيش مشكله،
كتير في اي لحظه. ابعديهم بعيد، مش هصمد اكتر من كده. انت امشي من هنا، هنتصرف معاهم. قدرت تشوف وشه؟ عملت صح يا سبايدر مان. شكرا. هو مين الولد ده؟ ده سبايدر مان حبيبنا. يا
يا جماعة، دي مقاطع مزيفة، مقاطع مزيفة، فاهميني؟ انتوا عندكوا فكرة انا مين؟ انا هوريكوا. ايوه عارفين، انا هوريكوا، انتوا سامعيني؟ صح يا اصدقائي، سايمون كريجر دلوقتي في السجن، ارن ديفيس المعروف بكراولر اتقلب ضده هو وراكسو. ديفيس هيروح السجن بس ممكن يتخفف له الحكم. اظن اننا ممكن نتعلم من اللي حصل في هارلم، في اتحادنا احنا اقوى. ولطيف جدا ان يكون عندكم سبايدر مان في منطقتكم. شكلك حلو يا هيلي. أنا فعلاً مش قادر أنسى البدلة دي، حلوة قوي. أكيد أنا. أيوة صح. بيت، هي الشغلانة دي دايماً صعبة؟ شوية مش كتير بس في حاجات بتفضل على طول صعبة. روكسون اتجهت شمال المدينة عشان ملناش لازمة. أنا، ريك، فين؟ كل هارلم. أعتقد إن من شغلنا نتأكد إن هما ما يهربوش. هنضيفها القسم سبايدر مان. يلا بينا؟ يلا بينا. الأعضاء الحيوية تمام، الدورة الدموية بخير، نشاط المخ طبيعي. هو هنا بقاله فترة كبيرة. أستاذ أوسبورن، أنا فاهم إنه ابنك، بس المرض ده احتمال إنه بس احتمال نكون بنستهتر بالخطر المحتمل. أنا قلت لك خرجوا حالا. مع السلامة يا فندم.